السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوتي وأخواتي الأعزاء، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم عندنا في قناة ديالنا كوثينا بلوج ويديو سرا أسيا. أنا دي بابرو. مهم، أول حاجة اللي خاصني نقول لكم هي مبروك عيدكم، تعيدوا وتعودوا إن شاء الله باش ما تمنيتوا بالنجاح بالتقوى بالإيمان وبالشفاء لجميع أمراض المسلمين وباي حاجة اللي تمنيناها في الدنيا، الله يستجبها لنا إن شاء الله. مهم، اليوم جينا لكم من جديد بواحد الوصفة زوينة ورايا واللي هي تقلية وكرداس. مهم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تنسوش ديروا لنا لايك سبسكرايب كومنتير وتفعيل الجرس. ومهم دابا غادي نخليكم الحباب مع التقديم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم عاوتاني وصفه جديده، غادي نصايبوا التقليه بالحمر الراس والكرداس الصحراوي بالعطريه الصحراويه اللي صايبناها قبل. وبقاو معنا باش نوريكم المقادير وكيفيه التحضير. وهذه هي التقليه، هذا الحمر الراس اللي غادي يمشي مع التقليه ان شاء الله. هادوك المسارن ديال الحولي مجفين حيت هما اللي غادي نصايبو بهم الكرداس، وهاديك هي الكرشه اللي غادي نصايبو بها الكرداس، هاديك المكونات اللي غادي نعمرو بها الكرداس. اللي غنعمرو به الكرداس غادي تكون الريه والشحمه والمسارن، وغادي نديرو معاها حتى اللحم حيت الكرداس حنا كنديرو فيه اللحم، غير واحد الكمية بسيطة باش تبنن. ندوزو للعطرية، عندنا الكمون، عندنا الكمون، سكينجبير، تحميرة، سودانية مجفة، القزبر مطحون، الإبزار، والخرقوم البلدي. وهذه هي العطريه الصحراويه اللي صايبناها وديجا وريناها لكم في واحد لا فيديو، غادي نخلي لكم الفيديو باش تشوفوه وتعرفوا ديك العطريه كيفاش كنصايبوها. ومقدار من الملح ومكعب ديال الزعفران، دامت البنة زعفران. عندنا الربيع وبصله، بصله بيضاء وبصله حمراء، وجوج فصوص ديال الثوم، وعندنا زوج مطيشات وملعقة من الطماطم المعلبة. وبالنسبة للتقلية راه كيكون فيها الحمص. انا غادي نوريكم دابا كيفاش ماما غادي تشو كيفاش غادي تصايب كل حاجة. دابا غادي نحكو البصلة. بسم الله تبارك الله. وغادي نحكو حتى البصلة الثانية حتى هي غادي نحكوها. من بعد ما كنحكو جوج بصلات اللي عندنا، دابا غادي نحكو جوج فصوص ديال الثوم حتى هما. ومن بعد ما غادي نحكو الفصوص ديال الثوم اللي عندنا، غادي نحكو مطيشة من بعد ما كنحكو مطيشة بهذا الشكل هذا. دابا غادي نضيفو طماطم معلبة، مقدار ديال ملعقة كبيرة. ودابا غادي نديرو ربيع ومعدنوس مفرومين بالمناسبه. هاد التقليه اللي غادي نديرو راه ديال البقري ماشي ديال الغنمي، ولكن ممكن انك ديريها بالغنمي راه كيكونوا نفس المقادير.
درنا معلقه ديال سكنجبير، معلقه ديال القزبر، مقدار ديال ربع ملعقه من هذيك العطريه اللي كنا صايبناها حيت راه حاره، كيف ما عارفين راه المكون الاساسي ديالها هو فلفله الحاره، تحميره، الملح حسب الذوق، دامة لبنة ديال زعفران، ودابا غادي نديرو القزبر لبزار، نخرقو من بلدي، ودابا غادي نديرو معلقة ديال السمن الحر، ممكن انكم تعوضوه بضامة ديال السمن، ولكن بطبيعة الحال كيبقى السمن افضل. ودابا غادي نديرو التخلية مع الإقامة، وهذا هو لحم الراس، فيه لحم الراس وفيه اللسان، كنخلطو كلشي في الترميله، وغادي نديرو دابا يا مقدار من زيت الزيتون والزيت النباتي، غادي نديرو شويه من زيت الزيتون، ودابا الزيت النباتي، ودابا غادي نخلطو كلشي، ودابا غادي نشعلو عليها البوطة ونخليوها تقلى، ومن بعد غادي نوريكم. ومن بعد ما كنخليو التقلية تقلى شويه فوق البوطه، هي راه كتطلق بحال هكا الماء، وعاد حنا دابا غادي نضيفو ليها الماء، تقريبا كاس ديال الماء، ودابا غادي نلوحو الحمص، ودابا من بعد ما درنا جميع المكونات غادي نسدو عليها في الكوكوط، من بعد ما كملنا كلشي دابا غادي نسدو الكوكوط، تقدروا تضيفوا الجزر حيت كاين اللي كيديروا فيها، ولكن حنا كنديروها غير بالحمص، وراه كتجي بنينه، ونتمناكم ان شاء الله تجربوها. ودابا غادي نمشيو باش نديروا الكرداس، وهذا هو الكرداس ديالنا، غادي نبداو دابا نجهزو فيه باذن الله. اول حاجه خصنا نملحوه مزيان، يعني ماشي مقدار ديال الملح اللي قليل، ضروري كيبغي الملحه، كنملحو الريه والشحمه والمصارن واللحم والكرشه حتى هي، يعني كلشي كيدار فيه الملحه. دابا غادي نضيفو هذيك الفلفله الصحراويه اللي صايبنا، غادي نديرو معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الخرقوم البلدي، انا كنقول لكم المقياس ديال معلقه كبيره، وماما هنا كتخدم بمعلقه صغيره، داكشي علاش غدير جوج معالق، معلقه ديال التحميره، معلقه كبيره ديال التحميره،
غادي نديرو معلقه ديال سكينجبير، معلقه كبيره، ودابا معلقه ديال القزبر، اولا زوج معالق صغار من كل حاجه، ملعقه ديال البزار، ودابا غادي نخلطو كلشي مع العطريه، كنحاولو نخليو كلشي يتجانس مع العطريه. دابا غادي نخلطو المكونات كاملين، وغادي نديرو مقدار من الخل البلدي، راه وريناكم الطريقه ديالو في واحد لا فيديو. هذا الخل كان عندنا من قبل، وغادي نحركو كلشي، ونخليو هادشي كامل حتى يتشرب في العطريه وفي الخل اللي درناه. غادي نخليكم اللين ديال لا فيديو ديال الخل في الوصف، هو وديال العطريه باش تشوفوهم. ودابا غادي نخليو المكونات ديالنا حتى يشربوا العطريه مزيان، وملي غادي نبداو نكرتسو غادي نوريكم ان شاء الله. غادي ندير الملح، ماما شافت بلي راه خاص شويه الملح، زادت. ودابا نخليوكم حتى نوريكم فاش غادي نكونو كنكبسو. ودابا غادي نبداو نصايبو في الكرداس. قطعنا الكرشة، درنا فيها طرف من الرية، طرف من الشحمة، طرف من اللحم، وحتى من القرجوطة ديال البقري. وغادي نبداو دابا نلويو في الكرداس. من بعد ما كليو الكرداس كنحزموه حنايا بالمصران ديال الغنمي مجفين بهذه الطريقه هذه. وهذه هي الكرداسه الثانيه. هذه كانت هي الطريقه ديال الكرداس ديالنا. ودابا غادي نوريكم التقليه من بعد ما طابت، غنوريها لكم في التبسيط. بعد ما كنكملوا الكرداس كامل كيكون مجموع بحال هكذا، وبقات غير وحده هنايا وحده اخرى، مازال الكميه الاخرى باقي ما نكملوهاش، حنا وريناكم غير الطريقه. نتمنى تكون عجباتكم وتجربوها. ودابا غادي نقدم لكم التقليه من بعد ما طابت. هذه هي التقليه ديالنا من بعد ما كطيب، كتكون بهذا الشكل هذا. ودابا غادي نوريكم التقديم، وهذه هي التقليه. نتمنى لكم شهية طيبه وتجربوا الوصفه، وما تنساوش ديروا جيم وابوني لاشين وتبارطاجيو لا فيديو مع الناس باش تعمل فائده. ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، ونتلاقاو في وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى لكم عيد مبارك سعيد. I never wanna lock you down. I know you're not mine.